خط القطب بيلعب مع نهضة قطر، هدف اللي سجل بيرفع من حرام. مقطوع الكرة من الشام. حمد الهولي طبعا متألق مع الترجي النادي التونسي. ادي امامنا تحرك جديد وبتأهل وفاق سطيف بالوصول الى الاخرى اللي تهمنا هي فيها التعادل السلبي. كرة امامية عدى حلوة قوي، عدى علي مرع لكن مفيش فاول. علي مرع عدى لكن مفيش فاول. زمرينا مقطوع الكرة، استلام على طول من اللاعب جندوسي. جندوسي انطلاقة حلوة قوي، التمريرة في العمق عمورة، وايضا الفرصة اللي كانت تمتدت بعدها للسعدي وتجاوزت اسماء كتيرة مع زوران المدرب. من كرة ترجع مرة ثانية، ادي بن عامر بيلعب النهارده في الجانب اليمين. طاهر مرة ثانية، كرة تعود عمورة، الكرات اللي بتتلعب الكرات العالية. محمد الأمين عمورة جندوسي، الفئات العمرية لصربيا مع اللي بيلتقي أيضا في اللقاء. دغموم شيل كرة حلوة قوي، صاحب الإنذار جندوسي اللي ما كانش محظوظ في هذه البطولة، كان خرج أمام جوليبا يعني في 2010 وكان خرج أمام صنداو. دباري يلعبها حلوة قوي، رأسية ولد وفاز فريق نادي اهلي بنعس. الاحتمال اللي يطلع فيه كرة امامية، التحرك المرة دي من جانب اللاعب جندوزي لسه مضيع فرصة كبيرة جدا.